بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب، وهو باب فضل عائشة رضي الله عنها. ختم الإمام البخاري رحمه الله كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن فضل عائشة رضي الله عنها، وكانت أولى الروايات التي ذكرناها تحت هذه الترجمة رواية عن أبي سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي منقب فضيلة لعائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أرسل لها السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أيضا في رواية تالية رواية عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى دايما كده الأمثلة لتقريب المفاهيم وتقريب أيضا يعني ما أراد أن يوصله إلى السامع، ودايما مع الأمثلة دايما كيف منهج التعامل معها، إيه منهج التعامل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ودايما لما نستمع إلى أي مثل يبقى أقف كده مليا مع المثل ولا أتعجل، وأنظر ترى ما هو المفهوم الذي ينبغي أن يصل إلى أذاننا من خلال هذا التمثيل. فلذلك قال: كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى الثريد اللي هو أساسا الخبز الذي يسقى بماء اللحم بالمرق، يعني ده هو ده الثريد أساسا يعني. فده يعني هذا الثريد بيفضله دايما الناس على سائر الطعام، ولذلك قال: كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى ده تقييم. وكذلك عائشة، فضل عائشة على سائر النساء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما بيبين فضل عائشة من خلال ذلك المثل. قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يبقى الثريد اللي هو أساسا أصله كده اللي هو الخبز، ولما بيسقى بالمرق بمرق اللحم، يعني مش شرط يبقى فيه لحم لكن بمرق اللحم، قالوا إن مرق اللحم أفضل من اللحم ذاته، لأن ده استخراجات، يعني لما بنضع اللحم في قدر وبيغلي يبقى بيخرج المرق، فده المرق ده بيخرج بيستخلص من اللحم، فقالوا يبقى ده أفضل دايما من اللحم كما ذكر وتكلم بذلك العلماء. فقالوا: كفضل الثريد على سائر الطعام، كذلك ده فضل عائشة على سائر النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن القاسم بن محمد رحمه الله أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. احنا دايما بننتبه كده أن ابن عباس رضي الله عنهما فقيه، يعني كان فقيها، وده ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة، فده رزق من ربك سبحانه وتعالى. العلم ده رزق، ورزق العلم بيتقدم على رزق المال، يعني رزق العلم بيتقدم على رزق المال. احنا مفهومنا عن الرزق هو بيتمثل في المال دايما، ده مفهومنا عن الرزق بيتمثل في المال. لا، دي الصحة رزق، والعلم رزق،
والأولاد رزق والشهادة في سبيل الرزق، قالوا لعل الله أن يرزقني الشهادة، فدي رزق أيضا، يبقى يقدر لك ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فالعلم كرزق بيتقدم على المال، وده بنراه في قصة طالوت، وأن الله عز وجل اصطفاه على هؤلاء وزاده بسطة في العلم والجسم، لأنهم اعترضوا يعني كيف يكون له الملك عليهم ولم يؤت سعة من المال، فهم ده كان تقييمهم. يبقى الذي يتقدم في الفضل هو أكثرهم مالا، يبقى ده كان تقييم، وده غالب تقييم الناس. لكن الصحة والعلم يبقى كرزق العلم بيتقدم على رزق المال. احنا الكلام ده بنراه جليا، يعني نراه جليا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، لما في هذه الرواية لما قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فيعمل بعلمي في مالي ويعلم أن الله في حق ويصل به الرحم، قال فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ولم يرزقه مالا وكان صادق في نيته، قال أنا لمثل فلان لعملته عن فلان فهو في الأجر سواء، إلا أوصلوا المنزلة هي العلم. يبقى لو كان المال فقط ونزع عنه العلم هيتخبط في ماله، لكن علم بلا مال يبقى هنجد أنه هو بيحتل ويصل إلى المنازل بنيته، لأنه يعني فقيه أساسا، يعني فقيه، فلذلك كان في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا العلم والمال هو، يبقى هذا عبد رزق الله علما ورزقه مالا وكان صادق في نيته، يتمنى لو كان له مثل فلان ليعمل معمل فلان فهو في الأجر سواء، وعبد رزق الله مالا ورزقه علما فيتخبط في ماله، ليه؟ لأنه ما عندوش علم، لا يعلم أن هناك حقوق فرضها ربنا سبحانه وتعالى على هذا المال، فهو بيتخبط وبالتالي على ذلك جاهل. ودايما كده بنجد أن الجاهل بيستحوذ على صاحبه، الجاهل دايما هو الذي يقود صاحبه، ولذلك يبقى الجاهل كما قاد الجاهل هذا الراهب لما أفتى بغير علم لهذا الرجل الذي أراد أن يتوب بعد قتل يسع سيع نفسا، ولكنه نتيجة الجهل، الجهل هو الذي قاده إلى أن أفتى بغير علم حتى يعني تسبب في قتل نفسه. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعلم أن يبقى في حال الاحتضار يبقى دي ساعة بيحتاج المحتضر أن يستمع إلى كلام فيه رجاء، يعني كلام فيه رجاء، خلاص مضى وقت العمل، يعني العبد في الدنيا كده بين خوف ورجاء، لكن الموطن ده موطن عجز وموطن ضعف في حال الاحتضار، فدايما يذكره بأرجى الأعمال. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما جاء وقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرض صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كل ده يعني حتى يكون عنده الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي وائل رحمه الله قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار رضي الله عنه فقال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، يبقى قال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، دي منقبة أيضا لعائشة رضي الله عنها، هي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ده بيان أيضا لفضل عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وطبعا احنا بنقرأ في خواتيم سورة يعني التحريم، الله تعالى ضرب المثل لامرأتين كانتا كافرتين وما تحت عبدين من عباد الله عز وجل صالحين، يبقى امرأة نوح عليه السلام امرأة لوط، يبقى على ذلك يبقى دايما كده كما قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يوق صاحب الحجرات فرب كاسيه في الدنيا عارضه في الآخرة، يقصد زوجاته، يبقى معنى كده ان هي مش بالنسب او بالمصارة ولكن الانسان بعمله، يعني الانسان بعمله وانه يجازى على عمله كما قال ربنا سبحانه. فطبعا ده ايضا بيان لفضل عائشة انها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة. ايضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها انها استعارت من اسماء قلادة فهلكت، يبقى فقدت هذه القلادة، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، يبقى فقدوا الماء مش واجدين ماء فاجتهدوا وبالتالي صلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه
فنزلت آية التيمم الآية التي في سورة النساء، فقال سيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. كانت دي فرجة كبيرة جدا على المسلمين، ماذا أصنع لو فقدنا ذلك المال وحان وقت الصلاة؟ ماذا نصنع؟ يبقى ماذا نصنع؟ يبقى قبل نزول آية التيمم يبقى ماذا يصنعون؟ جاء وقت الصلاة وليس هناك ماء، فكان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم أوصلهم أن يصلون على حالهم لأنه فاقد الطهور، فاقد الطهور، فده كان اجتهاد. يبقى لا تؤخر، كأن الصحابة يقرؤون أن هذا الشرط، يعني هذا الشرط، ولكن ماذا لو فقدنا الماء؟ يبقى ده عذر، وبالتالي على ذلك دايما الواجب بيسقط بالعذر وعدم المقدرة. فلذلك صلوا على ذلك الحال ثم جاءوا وشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام محافظة الصحابة رضي الله عنهم على أوقات الصلاة والمحافظة على وقت الفضيلة اللي هو بداية الوقت، فلذلك صلوا ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم الآية التي في سورة النساء، فقال سيد بن حضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. بركة فعلا، يبقى الحكم ده كان فيه بركة وفي تيسير من الله سبحانه وتعالى على جميع المسلمين. ما زلنا نتعامل مع التيمم، والتيمم نزلت بهذا السبب لما فقدت هذه القلادة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في البحث عنها، وحتى حبس الناس ولم يكن معهم ماء، فنزلت آية التيمم. يبقى ده سعة وتيسير من الرب سبحانه وتعالى نزل بهذا الأمر. ذلك كان تعليق سيد بن حضير رضي الله عنه وارضاه، هذا التعليق الطيب. أيضا في رواية عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما كان يومي سكن. وطبعا هنا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن فهمنا ذلك الأمر، وبالتالي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة. يبقى أين أنا غدا؟ يقصد يعني إمتى نوبت عائشة؟ ففهمنا ذلك، وبالتالي يعني أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة. يبقى تنازلنا عن يومهن ويمرض في بيت عائشة. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما كان يومي سكن، يعني ما مات إلا في نوبة عائشة رضي الله عنها، على الرغم أنه حيمرض في بيتها، ولكن أيضا أنه ما مات صلى الله عليه وسلم إلا في نوبة عائشة في يوم عائشة. وبالتالي أيضا دي من قبل عائشة، يعني حب عائشة رضي الله عنها متمكن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك صراحة لما سئل عن أحب الناس إلى قلبي قال عائشة. قيل من؟ قال أبوها. يبقى عائشة رضي الله عنها من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه، يعني كل واحد عليها النوبة، يبقى بينتقل إلى بيتها رغم شدة المرض ويقول: أين أنا غدا؟ يعني يلمح كده: أين أنا غدا؟ فلذلك أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، ولكنه ما مات إلا في يوم عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب فضل عائشة رضي الله عنها، رواية عن هشام عن أبيه أنه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. يعني ده كلام واضح تماما عند الصحابة رضي الله عنهم أن عائشة رضي الله عنها من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. يبقى ده من يشاهدون ذلك من الأفعال ومن أيضا المقال، يعني من الأفعال والمقال، يعني الأمر مش محتاج حتى إلى ظن أو تخمين، لا ده كلام صريح. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى قلبي قال عائشة، أجاب إجابة صريحة، أجاب إجابة صريحة. وده بالإضافة أيضا يعني إلى بيان مكانة عائشة رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده قدر زائد من المحبة. فقال: كان الناس يتحررون بيديهم عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، صاحبة اللي هم
زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وده أيضا من أدب عائشة الجم رضي الله عنها، ما قالتش الضرائر ولكن قالت فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة. يبقى يعني برضك ده كلمة يعني على ذلك فيها أيضا لين ورفق، وفيها أيضا مودة، مع أن دول ضرائر، يعني دي ضرائر عائشة رضي الله عنها. اجتمعنا ضرائر عائشة رضي الله عنها إلى أم سلمة، تدبنا أم سلمة لكي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عائشة رضي الله عنها. إيه اللي شغلهم؟ أن الناس كانوا يتحرون بهداهم يوم عائشة، يعني لو كان حد عايز يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يبقى كان بينتظر كده لغاية لما تأتي النوبة على عائشة، ثم يرسل بهذه الهدية إلى بيت عائشة رضي الله عنها عشان تجتمع يعني مجموعة من الأمور التي تدخل السعادة والسرور على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإن نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يؤدوا إليه حيثما كان. يطلب منه كده ما تخصوش عائشة أو يوم عائشة، ولكن حيثما كنت فتأتي هذه الهدايا أو حيثما مدار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان الجواب؟ قالت فأعرض عني، أعرض عني ما ردش يعني. فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، لما كانت النوبة على أم سلمة رضي الله عنها ذكر ذلك الكلام مرة ثانية فأعرض عنها، أعرض عنها. يبقى ده ممكن يبقى إيه؟ إنكار واستنكار ذلك القول، ولكن بالسكوت. ممكن الإنسان بيستنكر ذلك القول عن طريق السكوت، وبيفهم طبعا المتكلم ذلك الأمر، يفهم يعني هو قال أعرض عني، لم يتكلم يعني لم يتكلم، يبقى لم يرد علي، مع أنه سمع القول ولكن لم يرد، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وآت عربي يسأل كده متى الساعة، فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، وحتى قال البعض سمع ما قال فكره ما قال، يعني هو سمع العربي ده بالسؤال ولا ما سمعش؟ قالوا سمع ما قال فكره ما قال، بدليل انه هو لم يرد عليه. يعني لما يبقى هم قصوا المسألة ازاي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على السائل لما قال متى الساعة، فلم يرد عليه واستمر في حديثه. فالبعض كده بيتكلم يا ترى هل سمع ما قال ذلك؟ قالوا سمع ما قال فكره ما قال، بدليل هو لم يرد عليه ذلك القول. فهنا برضك أعرض عنها، بدليل أنه هو يعني يكره ذلك الكلام، يعني وكأنه يقول بلسان الحال لا تقولي بذلك الكلام، يعني صرف النظر عن هذا الكلام. قالت رضي الله عنها فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، يعني لا تؤذوني في عائشة، يعني الكلام ده قطع بقى الكلام في هذه المسألة، وبين كده فضيلة ومنقبة لعائشة رضي الله عنها، هذه منقبة وفضيلة لعائشة. فلذلك قال فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غير عائشة رضي الله عنها، ده بيان لفضل ومنقبة عائشة رضي الله عنها. فدي من ضمن المناقب التي ميزت بها عائشة رضي الله عنها على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوحي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة من زوجاته إلا عائشة رضي الله عنها. ثم بينتقل مع ذلك الإمام البخاري رحمه الله إلى الكتاب التالي، قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب مناقب الأنصار. يبقى الكتاب السابق كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده الكلام أيضا بالمهاجرين. هنا قال كتاب مناقب الأنصار، ثم ذكر أولي الأبواب، قال باب مناقب الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم ذكر رواية عن غيلان ابن جرير أنه قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله. قال كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم
ويقبل علي أو على رجل من الأزدي فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا أو جرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. ثم ذكر رواية عن أبي التياح قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا والذي بلغك قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. فبيذكر هنا مناقب الأنصار وطبعا هيجي الكلام حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار يعني بغض الأنصار. والله عز وجل كما قال في كتابه وفي الآيات تتكلم عن في سورة الأنفال خواتيم سورة الأنفال بتتكلم عن المهاجرين والأنصار والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. يعني في سورة الأنفال لا تتكلم حتى في ختمة السورة تتكلم على يعني هذا الولاء والبراء وعقد الولاء بين مهاجرين وأنصار. تتكلم في نهاية السورة كده عن تحقيق وحقيقة الإيمان. يبقى كان في البداية في بداية سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق حققوا الإيمان في أنفسهم. بقى تحقيق بقى الإيمان على أرض الواقع بقى يبقى خواتيم السورة بتتكلم عن كده والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يبقى يتكلم على المهاجرين أهو والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لمن بقى ترجم إلى أفعال ودفاع عن دين الله سبحانه وتعالى والسعي لكي تكون كلمة الله العليا والبذل والتضحية بالمن والنفس من المهاجرين والأنصار اشتركوا في ذلك. لذلك قال والذين آووا ونصروا آووا ونصروا فالله تعالى يذكر لهم ذلك الفضل. يبقى هم مش آووا بس المهاجرين ونصروا الدين بكل ما يملكون يعني بكل ما يملكون. فلذلك قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاص. لو على الآيات دي في سورة الحشر يعني الآيات الأول بتتكلم على المهاجرين دايما كده يعني الكلام عن المهاجرين والأنصار الكلام عن المهاجرين بيسبق الكلام عن الأنصار لأن المهاجرون أفضل يعني منزلة من الأنصار والأنصار يعلمون ذلك والآيات بتقول كده ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعلمون منزلة إخوانهم من المهاجرين وهم يتقدموا في الفضل. يبقى ده معلوم لأن دول يعني دول السابقون الأولون يعني من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك في القرآن المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان. يعني بتتكلم الأول عن مهاجرين منزلة المهاجرين وبعد كده بيتكلم عن الأنصار. عشان كده أيضا الإمام البخاري رحمه الله اتكلم أولا على فضائل الصحابة بدأ الكلام بالمهاجرين يبقى هذا حقهم أساسا وبعدين بيثني في مسألة الأنصار قال الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يبقى بيتكلم على الأنصار إن دي بلدهم مدينة يحبون من هاجر إليهم. يبقى ممكن إنسان كده يبقى يعني بيضطر لهذا الأمر بيضطر يعني في اضطرار انك انت تستقبل مثلا اخ لك او غير ذلك انهدم البيت او حدث يعني مصيبة جلية وبالتالي على ذلك هتستقبله وممكن يستقبله هو في نوع من انواع التضرر من الداخل يعني ده ممكن يستقبله ويبسط له القول يبسط له يعني الامور ولكن يا ترى من الداخل الآن بتتكلم على الداخل ده يحبون من هاجر إليهم
في حتى حب شديد جدا لإخوانهم من المهاجرين. قلنا الإنسان ممكن يضطر إلى فعل معروف ولكن هو في قلبه يكون عنده ضيق وحرج، لكن ده يحب ما يفعل. وده الكلام اللي احنا هنراه من أفعال الأنصار رضي الله عنهم، إزاي كانوا يقومون بعرض الأموال على إخوانهم حتى يقومون بقسمة هذا المال فيما بينهم عن حب وتراضي، يعني عن حب وتراضي. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يصف كده ما في قلوب الأنصار لإخوانهم من المهاجرين، ما في قلوبهم. وده أمر طبعا لا سبيل الإنسان يطلع عليه، لا يطلع على ذلك إلا رب المعبود سبحانه وتعالى. فدي تزكية وثناء ومدح للأنصار، أن الله عز وجل بين طهارة قلوب الأنصار اتجاه إخوانهم من المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مع أن هيبقى فيها كلفة، يعني فيها كلفة، يبقى في مال هيدفع وفي طعام وشراب ومسكن ومأوى، ولكن يحبون ذلك الأمر. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ده بالإضافة أن هم يعني يعلمون أن إخوانهم من المهاجرين أفضل منهم منزلة، أفضل منهم منزلة. ده هو العطاء والبذل من الأنصار، ولكن مع ذلك يعلمون أن إخوانهم من المهاجرين أفضل منهم منزلة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل ده مدح وثناء على المهاجرين. كانت الرواية الأولى عن غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله. الأنصار دولت اللي هم مين؟ الأوس والخزرج، دول سكان المدينة، يعني سكان المدينة كان قبيلتين، يعني اللي هم الأوس والخزرج، وكان بين الأوس والخزرج معارك ضارية طاحنة، وده يوم بعث كما قالت عائشة رضي الله عنها قتل كثيرة جدا من الطرفين، يعني قتل كثيرة من الطرفين، معارك ضارية ومعارك يعني طاحنة بين الأوس والخزرج. ولكن لما جاء الإسلام ألف بين قلوبهم. عشان كده احنا بنقرأ في سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، يعني نقول من عداوة لمحبة شديدة. تنقلب ازاي عداوة؟ ده عداوة، قلنا ممكن ايه تذهب العداوة، لا مش تذهب العداوة فقط، ولكن محل مكان العداوة إلا المحبة والرابطة الشديدة بين قلوب الصحابة كما وصفها ربنا سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوة، بنعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة الأخوة الإيمانية، أخوة إيمانية. يعني الإنسان كثير كده بإخوانه، يعني كثير بإخوانه يقولوا ده فلان ده يعني مقطوع النسب، مقطوع النسب. مين اللي قال مقطوع النسب؟ ده في أخوة إيمانية، إخوانك يعني كثير، يبقى دي أخوة إيمانية، وأخوة إيمانية بتقدم على أخوة النسب، يعني أخوة إيمانية بتقدم على أخوة النسب. الكلام ده بنقرأه أدي في سورة التوبة، بنقرأه في خواتيم سورة المجادلة، تقرأ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني دول أقرب الناس إليهم أهو، ولكن هم على الكفر، فالأخوة الإيمانية مقدمة على أخوة النسب. والله تعالى مدح ذلك كما قرأنا هذه في سورة آل عمران، وكما احنا برضك في سورة الأنفال والذي أيدك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف أخوة، يبقى مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المسلمون قال كالجسد الواحد، المسلمون قال كجسد واحد، إذا اشتكى عينه اشتكى كله، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، يعني قال المسلم كجسد واحد، كيان واحد، جسد واحد، مش أجساد متفرقة، لا أجساد واحدة. لما تلفت القلوب يبقى على ذلك اجتمعت فكأنها حلت في جسد واحد، هم كده كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مثل مين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم، دي قيم التعامل ما بيننا. الله تعالى افترض علينا هذه القيم في التعامل بيننا كمسلمين. يعني ايه السبب الاسلام؟ يعني ليه بقى هذه قيم التعامل؟ مش قيم التعامل بيننا كمسلمين مبناه على ايه؟ الموده، الرحمه، الالفه، الترابط، الاخاء، التآزر، كل ده يا ترى ليه؟
ده الإسلام، هذا حق الإسلام علينا، حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم. لذلك الأخوة الإيمانية يعني ده إيمان، لما يرسخ الإيمان في النفس هذا نتاج من نتاج الإيمان. الأخوة الإيمانية دي ده نتاج إيماني، إنما المؤمنون إخوة. يبقى دي الأخوة الإيمانية هي نتاج ثمرة من ثمار الإيمان. وبالتالي إمتى نقوم بحق الأخوة؟ لما يتمكن الإيمان في القلوب، تمكن الإيمان. ما هو دي المؤمن أخو المسلم، أخو المسلم، إنما هو إخوة. ما هو هو اللي بيغتابه، هو اللي هو اللي بيبيع على بيعه، بيشتري على شرائه، بيخطب على خطبته، هو هو الذي يذكره بالسوء. يعني على ذلك فين الأخوة الإيمانية؟ فدايما كده الأخوة الإيمانية عشان تطبق محتاجة إلى إيمان يتم ترسيخه في النفس. وكم من نتاج ذلك الأخوة الإيمانية في إقبال الإنسان على إخوانه. إزاي بيقبل على إخوانه؟ هو الإيمان. وكذلك الإيمان إذا خلطت بشرته القلوب تجد ده نتاج الإيمان. زي ما نقوله كده التوكل على الله هي ثمرة من ثمار الإيمان، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فدي ثمرة من ثمار الإيمان. من ثمار أيضا الإيمان يبقى الأخوة، ده نتاج، نتاج. يبقى لأن ده هنجده في السلوكيات، وطالما السلوكيات يبقى لا انضباط للسلوك إلا لما ينضبط الإيمان. صحة الإيمان يستدل بها على تطبيق الإنسان وتفعيل الإنسان للإيمان واستقامته على أمر ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله. قال كنا ندخل على أنس فيحدثنا بناقب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي مخاطبا له يعني، أو عارضه بالأزل فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. يعني بيتكلم على مآثر بقى الأنصار ومناقب الأنصار في الغزوات وغير ذلك. يعني كانوا بيتكلم بشجاعة الأنصار. يبقى الواحد بيقول والله مثلا العشيرة بتاعتك قبيلة كان من مآثرها كذا وكذا، أشياء بتمدح بها، يعني ليس على سبيل التباهي ولا التفاخر ولا الاستطالة على الخلق، ولكن ده من باب ذكر مناقب الفضائل من منن الله سبحانه وتعالى ومن نعم الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كانت معارك ضارية وطاحنة بين الأوس والخزرج، وده قبل الإسلام. فقالت قدمه الله لرسوله، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طرق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا، فقدم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. يبقى نقول حدث بقى يعني تقتيل وتشريد بين الأوس والخزرج، فيبقى الأرض هيئت الآن للرسالة، هيئت للرسالة. لو كانوا مجتمعين ممكن كانوا يرفضوا الرسالة، لكن كل منهم هيسبق إلى هذه الرسالة. قلنا خاصة يعني هم وصل هذا الإذاء من كثرة الحروب وقتل أشراف القوم أيضا، وقتل ثرواتهم أي أشرافهم، يعني قتلوا، قتل منها فلان وقتل منها فلان، أشراف هؤلاء القوم وزعماء هذه القبائل والبطون قتلوا، وكذلك افترق لهم وجرحوا أو جرحوا، فقدم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. يبقى البيئة كانت مهيئة ووطنت كده إذا دعوا الإسلام يبقى كانوا يقبلون ذلك الأمر. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قالت الأنصار يوم فتح مكة وعطى قريشا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهم أعطى بقى يعني الأقرع بن حابس وعطى فلان وفلان، يتألف هؤلاء، يتألف هؤلاء. بيبقى في حكم كده بتغيب على الإنسان، قياساتنا إحنا قياسات بتبقى فاسدة إن لم يعطى الإنسان الحكمة. والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بيقرأ المشهد إزاي؟ يعني إحنا بنحتاج نقرأ المشهد. يبقى الإنسان عنده توفيق وسداد كده في القول والفعل، دي من عطايا الرب سبحانه وتعالى، عطايا الرب سبحانه وتعالى. برضك بتبقى فيها فوات من الإنسان، يعني فيها في زلات، يعني في زلات. لا ننسى ذلك الفضل الذي له، لا ننسى. يبقى تكلموا بكلمة ولكن نقول لا ننسى الفضل، فضل هؤلاء القوم. وبالتالي كيف نزن الأمور، كيف نزن الأمور؟ يبقى أنا أتوقع
من رجل من أهل الإيمان أن تزل القدم، يعني تزل القدم، لكن لا نشهر به، يعني لا ننسى له الفضل السابق، وبالتالي على ذلك، لكن ده أمر يحتاج إلى علاج ومعالجة، كما يعالج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الموقف، موقفه وصلوا الكلام ده هو، ولكن كيف يعالج الموقف؟ احنا بنتعلم من السنة كده ازاي نعالج القضايا ده، هي نعالج المشاكل دي اشكالات، فازاي يتم علاج هذا الامر، خاصة هما يعني لما يتكلمون ذلك الكلام فعلا هما آووا ونصروا، يعني آووا ونصروا، ضحوا بالمال وضحوا بالنفس من اجل اعزاز الدين. طب لما يجي غنائم، ما هذه غنائم احنا لنا، يعني لنا نصيب في هذه الغنائم او في هذا الفيء، لنا نصيب في ذلك، لكن لما قسمه قسموا على زعماء قريش، دول لسه يعني أسلموا قريبا حديثا، فقسم عليهم ليعطي الرجل 100 من الإبل، وليه ترى يتألف أولئك، يتألف أولئك، ونعلى ذلك حتى لا يرد على أعقابهم فينقلبوا خاسرين، فقالوا إن سيوفنا تقتل من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم، دي إحنا السبب في الحصول على هذا المال، ازاي ترد عليهم واحنا نحرم من ذلك الامر؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الانصار. بيعالج الموقف ازاي؟ بالمواجهه وبالرفق وباللين. ازاي تعالج الموقف؟ يعني وصل الى مسمعك ان فلان قال عنك كذا وكذا، نعالج الموقف ازاي؟ في غالب الاحوال بيتم علاج الموقف باخذ موقف من هذا الانسان. علاجه كده، دايما باخذ موقف وازاي كيف يقول، وممكن الانسان كده لو كان له يد ومنه على فلان كيف تكلم في حق ذلك الكلام، وأنا أعطيت كذا أو كذا أو كذا ويصلت له كذا وكذا، يعني تثبت الأول. دايما لو الإنسان اتربى على هذا الخلق والسلوك التثبت، والآيات بتقول لنا الكلام ده، يعني الآيات بتقول لنا الكلام ده دايما، يعني فتبينوا، أي تتثبت دايما، ادي نفسك فرصة ومهلة تتثبت، وليس هناك حرج ان انا اواجه هذا الانسان واكلمه، هل قال ذلك ام لا؟ قصى به ذلك الامر ولا لا؟ وان ده بيعالج اشياء كثيره جدا في النفوس. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا ما القى لكم السلام لستم تبتغون عرض حد الدنيا فعند الله غنوا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يعني شوف ايه واحده اهي، لكن في بدايتها كده فتبينوا، وفي نهايه الايه فتبينوا، تاكيد على الامر، التثبت دايما، التثبت. لو لاحظ اتربى كده على التثبت، يبقى مش اول كلمه هتصل الى مسمعي اتحرك من خلالها اخد قرار بسببها، لكن تتاكد وتتثبت وتدي نفسك المهله كده والفرصه. ودايما كده الاستفسار قبل الحكم، وده مبدا اسسه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قصه حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه، يا حاطب مع ان ده قرار الادانه، يعني التهمه ثابته بخط ايده هو، وادي التوبة ادي البينة اهو، يعني البينة ده بإقراري، ودايما كده الإقرار يعني أقوى في الحكم من البينة، يعني إنسان كده أقر على نفسه بفعل هذا الأمر، غير لما تجيب بينة تشهد، ممكن يعني حتى لو كان احتمال ضعيف هذه البينة تتواطأ على الكذب، في احتمال بس احتمال ضعيف، لكن ده بيقر على نفسه، فكان الإقرار في إثبات الحكم أقوى من مسألة البينة. فهذه البينة هم موجودة، الكلام بخط ايده، وبالتالي هو لم ينكر ذلك الامر، لكن اديله فرصة يدافع عن نفسه، اديله فرصة. ما حملك على هذا؟ يبقى استفسار دايما قبل الحكم، دايما ادي نفسك مهلة، قل فلان قال عنك كذا وكذا، احيانا مندفع كده واتكلم في حق فلان، لا ادي نفسك فرصة، ولعله وصل الى مسمعي كلام هو لم يتمكن ان يملك لسانه وتكلم بذلك الكلام. يبقى الاولى نحن المواجهه والكلام برفق، يعني ليس مساله تعنيف او غير ذلك. فلذلك انظر يعني تكلموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الانصار، قال ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون، يعني ايه اللي بلغني عنكم؟ يعني وقالوا ان هم ايه يعني حدثاء السن هم الذين قالوا ذلك الامر، يعني لكن الانصار القدامى ما قالوش الكلام ده، ولكن حدثاء الانصار يعني. فالمهم لكن ما الذي بلغني عنكم؟ يعني مر علينا الكلام ايضا في قصه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما تزوج بامراه ولكن انشغل عنها بصيام النهار وقيام الليل، وعمرو بن العاص رفع الشكوى الى النبي
صلى الله عليه وسلم. طب لما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما حديث بلغني عنك؟ ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى. بدأ يوجهه، تثبت الأول صحة النقل أهو. يعني طب هو ده والده هيكذب؟ لا مش هيكذب، بس هو ده دي تشريع أساسا، يتعلم تعلم تشريع. يبقى قال: ألم أخبر أنك تفعل كذا؟ قال بلى. قال: لا، صوم وأفطر وقوم ونام. وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم يعني باقي الكلام. هنا قال أيضا: ما الذي بلغني عنكم؟ إيه الحديث اللي بلغني عنكم؟ لماذا تقول ذلك الأمر؟ وكانوا لا يكذبون، ده أحد الصحابة رضي الله عنه. فقالوا: والذي بلغني؟ قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ حط لهم كده قيمهم، ماذا هيقولوا؟ طبعا لا يرضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا يعني. فقال: ألا ترضوا؟ طب ما هيرجعوا بمال، طب انتوا ترجعوا بيا، يعني أنا مش هترككم أبدا، أصل فتح مكة، يبقى هم لا يعلمون يعني المسألة. لما فتحت مكة دي بلد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هيترككم بقى يمكث هنا؟ لا، بين ان هو يعني هيرجع معاهم، وما يجوز ان هو يعني يقطن في البلد التي هاجر منها. فلذلك قال: ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيوتكم، ثم برضك هنا بيطيب خاطر هؤلاء ويجبر قلوبهم. لو سلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبهم. يبقى ده طبعا كده فيش كلام بعد كده، مش هيبقى فيه كلام خلاص. عالج الموقف ازاي؟ علاج احنا نقوله قالوا قالوا وقال يعني، لكن هو ده علاج موقف، موقف شديد، موقف عصيب جدا يعني، موقف عصيب يعني. الواحد ممكن لما يسمع الكلام ده يغضب غضب شديد جدا، وممكن لا يملك اللسان فيتفوه بكلام. لا، انظر الى علاج الموقف والرفق واللين والرشد دايما، يعني الرفق واللين والرشد فعلا الاستفسار قبل الحكم. يعني طب قول بقى لما قيل لهم هذا الكلام حالهم بيكون ازاي؟ يعني دنيا ايه؟ غنائم ايه؟ ومال ايه؟ ودنيا ايه؟ احنا هنرجع بالنبي صلى الله عليه وسلم، هيسكن معانا ويقول ذلك الامر مدحا وثناء في الانصار. قال: لو سكن الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبهم. يبقى ده كلام يفرق طبعا ما في الصدور، ويرفع ما فيها من غضب سابق او يعني كلام سابق يعني. فده علاج الامر، ازاي بيعالج الامر؟ تعلم، تعلم من السنه، تعالج الموقف ازاي. وحتى لو كان الكلام يغضب، لكن يعني يملك الانسان نفسه ويستفسر ويكون في رفق ولين وأيضا تواد ومحبة، كما قال لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده كله إحنا عارفينه من القرآن كمان، بس التطبيق بيبقى. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع التي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، ده عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نفهم الآيات يعني في الدعوة دي سبحانه وتعالى. انسان يعني بيتكلم عليك بكلام سيء او رد عليك برد سيء، ماذا افعل؟ ساعات بيبقى الانتقام لشخصي، لا، انت الان في الدعوه ما ينفعش انتقم لشخصي، هفقد انا مدعوين. ولكن على ذلك سعه الصدر وايضا خلق العفو والصفح. الداعيه ده يعني لازم يتربى على مجموعه من الاخلاقيات. انت يعني تصدرت للدعوه لدين الله عز وجل، خلاص انسى بقى الإذاء الشخصي، انسى الإذاء الشخصي. يعني لو أذاك في بدنك في مالك في كذا، ده إذاء شخصي، لا تنتقم بسبب هذا السبب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى، لكن لا يغضب لنفسه. ما خلاص هو دخل كده في مهمة، المهمة دي من نقول من عوامل نجاح المهمة هي هو إن هو إن غضب لله سبحانه وتعالى، لا يغضب لنفسه. طب ده في إذا في كلام كده جارح، في كذا وكذا، سعة الصدر، لأن في مهمة أعلى أعلى من كلام هذا الإنسان. ودايما كده المدعو ده ممكن يبقى جاهل، يعني هو بيجهل عليك بيجور عليك، لكن أنت لا دور عندك. لذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، البداية كده، خلي بالك حسنة وسيئة ما تستويش أبدا. طب ماذا أصنع؟ يعني القرآن دايما بتجد التوجيه، يعني مش خليك القضية كده بس، لكن بيوجهك أيضا التوجيه. وده احنا بينا قبل ذلك إن ده منهج بقى رؤية الدعوة إزاي. يعني أنا عايز أشتغل في الدعوة، كيف أدعو؟ ده المنهج،
منهج الداعية هو منهج الداعية، الدعوة هذه القولية والدعوة السلوكية والعملية، هذه الدعوة مفيش فصل ما بينهم، لأنه ممكن كده يبقى عنده حسن بيان إن من البيان لسحرا لكن أنظر إلى أفعالي كده أتعجب، يعني هذا التباين الشديد بين قولي وبين فعلي، بين قولي وبين سلوكياتي، لكن هو منظومة واحدة، أنت كداعي منظومة واحدة في قولك وفي فعلك وفي سلوكياتك، وبالتالي بيصحح لي النظرة إلى الدعوة. ممكن الإنسان يبقى حافظ القرآن حافظ السنة ويتكلم وعنده حسن بيان، لكن أفعاله فين؟ أفعاله بعيدة تماما عما يتكلم به، لكن نقول لا، يعني أنت كدعوة دعوة مؤثرة ولازم تصحح هذا المفهوم. وأنا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، هذا كده بيبين لنا برضك التقييمات، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، المطلوب ادفع بالتي أحسن، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى عن صفات العقلاء ويدرؤون بالحسنة السيئة، يقابل الإساءة إيه؟ بالإحسان. طب الإحسان كان هو يقابل الإساءة بالإحسان، يقابل الإحسان بإيه؟ إلا بالإحسان، يعني ده خلق عنده، يعني هو أفعاله كلها مبنى على الإحسان، يعني مبنى على الإحسان حتى إلى من أساء إليه. والواحد لما يسترجع كده النبي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعني فعلا وصل هذا الإيذاء كما وصل إليه كده من قومه، يعني خلاص يدع، كأنه عنده مبرر وعذر، يدع هؤلاء القوم، أنا أدعوهم إلى النجاة وادعوني إلى النار، يعني كما قال مؤمن آل فرعون، لكن هو ما زال مستمر في دعوته. دي الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، دعوة سعة الصدر والتحمل، خلق العفو وخلق الصفح، الرفق، اللين، الشفقة، أشعرون من الكلام بالشفقة والرحمة، وأنني أريد أن أنقذ هؤلاء من النيران، يعني ليس لكي يكون لي يد على هؤلاء، ولكن يعني أريد إنقاذ هؤلاء. فعلا بقى الشفقة دي ظهر كده في الكلام، ظهر في التصرفات، وده الحال. ولا تستوي الحسنة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي شوف النتائج أهو، نتائج يعني حتى بيقول لنا يعني إزاي أنا أزن الأمور، وبالتالي القرار اللي أنا أخده إيه، توجيه أهو، وبيقول لي الثمار بتاعتها إيه، يعني عشان تبقى رؤية واضحة تماما، صحيح لهذه النظرة للدعوة، وإزاي أنا أقابل السيئة بالحسنة، إزاي كيف أقابل ذلك؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه مش ولي بس، ده ولي حميم، ولي حميم، وده احنا رأناه، البعض كان يقول إن كان أبغض الصور إلى نفسه هو في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد كده أحب الصور إلى نفسه هو رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام مطبق أو كلام ظاهر، ولكن وما يلقى إلا الذين صبر، وما يلقى إلا ذو حظ عظيم، أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.